الاستجوابات في قضية عرسال بدأت، والأسير يعلن أن زيارته للبلدة مجرد شائعة، معتبرا أنه عندما يريد أن يذهب إلى مكان لا يخاف من أحد. فيما يزال الطوق الأمني يلف عرسال وواقع الأرض في ستاتيكو لم يتبدل منذ أسبوعين، برز تطور قضائي تمثل في استجواب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان الموقوفين مصطفى علي الحجيري وحسن محمد الحجيري، وأصدر مذكرتين وجاهيتين بتوقيفهما سندا إلى مواد الادعاء على أن يتابع تحقيقاته في القضية بالاستماع إلى إفادات الشهود. وفيما لفت وصف وكالة سانا السورية لبلدة عرسال بأنها تحولت إلى قاعدة لوجستية للجيش الحر، برزت حركة احتجاج على زيارة تردد أن إمام مسجد بلال بن رباح شيخ أحمد الأسير سيقوم بها إلى عرسال، فقطع أهالي بعلبك طريق التل الأبيض عند المدخل الشمالي للمدينة في وقت عمل الجيش على إزالة الإطارات من الطريق ومنع التجمهر. أما الأسير فنفى نيته زيارة عرسال، واعتبر أن خبر زيارة شائعة حتى يقال فقط إنه غير رأيه عندما خرج إليه بعض المقنعين على طريق عرسال كما قال. نحن لما بدنا نروح على مكان نروحه بفضل الله وما منخاف من حدا. بس هون بدي أقول كلمة وجهها لحسن نصر الله وللرئيس بري وللعماد عون، كتار من أهالي صيدا، اسمعوني جيدا، كتار من أهالي صيدا والأهالي بمناطق كتير غير صيدا، وانتو بتحبوا لفظ أهالي، ما بحبوا زيارة كتير من شخصيات ورؤساء كتل ونواب ووزراء وما شابه، ما بحبوا يمرقوا من صيدا لا لجزين ولا لجنوب، وعم بيطالبوني بإلحاح إنني عاملوكم بالمثل. بتحبوا تبدأ العملية هيك؟ هن جاهزين ناطرين إشارة مني. الأسير ثمن موقف قائد الجيش التوضيحي في حادثة عرسال، لكنه سأل عن سبب تأخيره 11 يوماً.